بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أعزائنا من فترة يسألونك عن الإنسان والحياة، هذه الفترة التي تأتيكم على الهواء مباشرة والتي يمكنكم أن تتواصلوا معها على أرقام الهاتف 01-853-804-853-805-853-860، ويمكنكم أيضا إرسال أسئلتكم خطية على رقم الواتساب 76-64-99-19 ليجيب علي اليوم سماحة الشيخ زهير قوسان. حياكم الله، صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير والعافية يا الله. مولانا يقول السؤال: استفتيت عالمين شيعيين في مسألة واحدة فتلقيت إجابتين متناقضتين. أسأل الله أن ما تجي الإجابة الثالثة كمان. ممكن يعني ممكن تتنوع الإجابات سمح الشيخ؟ ليش تتنوع الإجابات وصاحب العلاقة شو بده يعمل بهالحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أولا يعني قد يكون السؤال سؤال فقهي وهو من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، ماشي، وبالتالي قد يسأل عالما إما هو مجتهد أو يجيب على حسب رأي مجتهد معين، فيعطي إجابة على السؤال تنسجم مع فتوى الفقيه الذي يجيب عن فتاواه. نعم. ثم يسأل عالم آخر قد يكون له رأي إذا كان مجتهدا، أو ينقل عن مجتهد آخر يكون له رأي مغاير في هذه المسألة، فمن المؤكد سوف يجد إجابتين مختلفتين. يعني مثلا لو فرضنا سأل شخص عن الخمر، طهارة الخمر أو نجاسته، فقد يسأل عالم يقول له الخمر نجس، وإذا أصاب ثوبك أو بدنك أو أي شيء من الخمر فلابد أن تطهره. ثم يسأل شخص آخر فيقول له الخمر طاهر، لأنه فتاوى الفقهاء مختلف، منهم من يقول بنجاسة الخمر ومنهم من يقول بطهارة الخمر كما هو رأي سماحة سيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه. يعني مشهور في علماء الشيعة يقولون بنجاسة الخمر، السيد فضل الله خالف في هذه الفتوى وقال بطهارة الخمر، فمن الممكن جدا أن تكون المسألة من هذا القبيل، أنه فيها أكثر من رأي. وعندنا كثير من المسائل التي قد تختلف الآراء الفقهية فيها، فقد يكون لفقيه جواب ولفقيه آخر جواب مختلف تماما عن هذا، فهذا أمر طبيعي، هذا مسألة صحيح. وتارة لا تكون صياغة السؤال وكيفية طرح السؤال أحيانا توقع بهذه المسألة. فمثلا أنا يعرض علي سؤال بصيغة معينة فأجيب بحسب فهمي للسؤال من خلال الصيغة التي طرح بها فأجيب بجواب، ثم نفس المشكلة ونفس المسألة تطرح على عالم آخر لكن قد تختلف الصيغة نوعا ما أو الأداء، أداء حسب السؤال، حسب كيفية طرح السؤال التي يطرحها السائل، فقد تتغير نوعا ما. نعم. فيسمع جوابا مختلف. فلذلك الآن لا نستطيع أن نجيب الأخ السائل عن سبب الاختلاف بدقة لأننا لم نسمع السؤال ولم نسمع كيف طرح. طيب. وما هي المسألة المسؤول عنها. لنقول سمحت شيخ أنه المسألة الواحدة وعالمين من يعني مدرسة اجتهادية واحدة على، نعم صحيح، بحسب المرجع الواحد مثلا واختلف الجواب،
هلا مثل ما تفضلتوا ممكن تكون معطيات حدا يعني الاول فهمها شيء وعطى جواب والثاني فهمها شيء وعطى جواب، نفترض انه اختلف الجوابان والمكلف طبعا هو يقصد مسألة واحدة واختلف الجوابان، على اي اساس يتصرف المكلف؟ يقينا اذا كان الاجابتان متناقضتان لابد انه يرجع يبحث عن يتاكد يعني يسأل أكثر يعني لحتى ما يتأكد. إذن ما في يتصرف على رأي لا واحد من العلماء، واحد بيقول له أفرض، واحد بيقول له حرام، واحد بيقول له حلال. مزبوط. شو على أي أساسه بده يحتاط؟ أقصى ما يمكن بده يحتاط. إذا مثلا كان الجواب يدور بين حلية الشيء وحرمته فالاحتياط يقتضي الابتعاد والاجتناب. إذا كان الجواب يقتضي وجوب الشيء أو عدم وجوبه فالاحتياط يقتضي الإثيان بهذا الشيء احتياطا. نعم. هذا إذا لم يستطع أن يحصل على الجواب الدقيق والجواب الصحيح فلا بد أن يحتاط. نعم. ويعمل بما يقتضي الاحتياط. نعم. اسمح لي أخذ اتصال. تفضلوا. ألو. تفضلوا. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله. تفضلي حاج مولانا. أهلا وسهلا. الله يخلينا إياك مولانا. أنا اللي سألتك امبارح عن أختي إنه اللي عم تشك بالركعات قلت لها إنه هيك الجواب. قال ما أنا قال إنه أوقات مش بكل الركعات، أوقات إنه مثلا هلا الصبح بتصليها عادي. قال بس هليكي يعني الرباعيات إنه هي أكتر شيء إنه بتشك فيها. هو الصلاة اللي يكثر الشك فيها. إيه انه اكثر شيء قلت لها قال انه هي بدها تصلي اذا انه مش بكلهم بتعمل ركعتين السهو يعني. مش مساله ركعتين سهو، ما في عندنا شيء اسمه ركعتين سهو، في عندنا شيء اسمه سجدتي سهو. سجدتي. نعم. ايه وهذا سجدة السهو مش اذا واحد بشك بعدد الركعات. يعني في له حالات سجود السهو، يعني ما فيني هلا جاوبك. بدي افهم حالتها شو هي بالضبط وشو عم بيصير معها لحتى جاوبها. اذا يصدق انها كثيره الشك ما تلتفت لشكها وخلص تمشي وتبني على الصحه. رجعت قالت لي انا مش كل اوقات انه يعني بس انه بتشك هي اكثر شيء بتشك بس انه اوقات قال انه بتصلي منيح اوقات قال ما هيدا يعني. هلا معناتها بدها حسب الحاله اللي بتصير معها بدنا نجاوبها. ما فينا نعطيها جواب باك مطلق ضابطة بهالموضوع. طيب. سمع الشيخ انه مش انه كل ما شك اذا اذا كان بشك بثلاث صلوات يوميا هو هيك يعني كثير الشك. هو هيك طيب يعني اقل ثلاث صلوات يعني. ما هو عم نقول ما عم نقول عم بيقول لا فاذا لا مش كثيرة الشك هي ادرى بحالها هي بدأت تهرب منها هي ادرى بحالها اذا ليست كثيرة الشك فحسب الحال اللي بيصير فيها الشك من جاوبها. هلا هيك ما فينا نعطي جواب. طيب هلا اذا مثلا نقول عم تقول مثلا مش عم تعرف مثلا 2 3 4 يعني مش يعني انه اذا واحد ما عارف حاله باي ركعة. نعم. ولم يكن كثير الشك هذا تبطل صلاته. تبطل بس نحن ما بدنا نفوتها بالحيطان الا تبطل صلاتك والا بتصير كل ما صلاة بتصليها بتحكم بالبطلان وبترجع بتعيد بدها تعيد بتصير انه اذا لا يعني نحن عم نقول اذا هي يكثر الشك عندها مثل ما صورت بالامس فهي كثيرة الشك وليس عليها شيء. اذا لا هي ادرى بحالها صح بدها تراعي احكام الشك ساعتها كل حالة بحالتها. وسجدتين السهو هالي ما دخلون ما هالي لهم موارد خاصة. نعم لهم موارد خاصة. طيب يعني شكرا يا مولانا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. قد يسألنا حدا أنه شو هي موارد سجدتي السهو لكل زيادة ونقصان يعني؟ يعني مثلا إذا تكلم الإنسان سهوا إذا قام للركعة التالية وكان المفروض يبقى جالس للتشهد فانتبه بعدين ونزل هدم القيام ونزل ليتشهد رجع قام هذا صار في عنده قيام وقعود زائد. إذا مثلا زاد نسي سجدة مثلا نعم وبعدين تذكرها رجع نزل لهوى للأرض منشان يجيبها يعني في عدة موارد 3-4 موارد هدول يجب السجود سجود السهو فيهم وفي عنا استحباب سجود السهو لكل زيادة أو نقصان نعم. مهما كان نعم. طيب مولانا بموضوع اختلاف الفتاوى انه مفروض بأقصى الحالات يروح للاحتياط بده يعمل بالاحتياط إذا ما قدر يحصل الإجابة الشافية إنه يفعل بالفتوى الأصعب التي تناسب يعني الاحتياط. لا مش فتوى الأصعب يعني لنفترض أنا سألت مثل ما طرحنا مثال عن موضوع الخمر سألت شخص قال لي طاهر سألت شخص ثاني قال لي نجس
واحترت أنا شو الجواب الصحيح. واحترت شو الجواب الصحيح وعلى أي أساس أنا بدي أعمل. فهون فرضا إذا أصاب ثوب شيء من الخمر خير إن شاء الله، هل إن كان طاهر وغسلته مخربة الدنيا، وإذا كان نجس وغسلته فهذا هو المطلوب. فإذا أنا بحطاط وبغسل الثوب، الاحتياط أنه أعتبره نجس، أعتبره نجس وبغسل الثوب. مثلا سألت عن أمر ما أنه في علي مثلا صوم هذا اليوم، واحد قال لي إيه بدك تصوم، واحد قال لي لا فيك تصوم وفيك ما تصوم. فبيجي أنا هون احتياطا، مدام جواب يجب الصوم، جواب آخر قال أنت مخير بأنك تصوم أو تفطر. طيب أنا هون ما عرفت شو الجواب الصحيح، فبحطاط وبصوم. إن كان واجب واقعا فأنا أتيت به، وإن لم يكن واجبا فهو مستحب على كل حال، ما خربت الدنيا. هذا هو مقتضى الاحتياط. نعم. يعني عادة وقت اللي واحد بده يسأل حدا من العلماء عن فتوى ما، مفروض يقول له مثلا أنا أقلد فلان لحتى، ولا بمجرد ما يتوجه مثلا ل مثلا هلأ حدا عم يسألنا، عم يسأل سماحة الشيخ زهير قوصان إنه شو حكم المسألة الفلانية، وسماحة الشيخ معروف إنه بمدرسة سماحة سيد فضل الله، مفروض إنه بيعرف إنه فتوى سماحة الشيخ زهير على رأي على مبنى سيد فضل الله وبحسب فتوى سيد فضل الله. وإلا نفترض شافوا واحد بالطريق، شيخ شيخ بالطريق وعم يسألوا على فتوى، مفروض يقول له انه انا عم اسألك عن انا مقلد المرجع الفلاني. يعني شوف تارة هل انت مش واجب عليك تسأله انت مين بتقلد، هو سألك انت بتجاوبه. هلا لكن بقول انا من خلال انا شخصيا كيف بتصرف وبتصور هذا انسب وافضل ويعني بفيد كل الناس. اذا المسألة فقهية وكانت من المسائل الخلافية التي اختلف الفقهاء فيها لأكثر من رأي وأكثر من فتوى، فلا بأس هنا إما أن يستفسر بحسب فتوى مين من الفقهاء تريد الجواب، أو يقول له هذه المسألة فيها أكثر من رأي، فلان يقول كذا فلان يقول كذا فلان يقول كذا. هو يعرف حاله مين مقلد، فبالأثناء رح يوصل جواب المجتهد الذي يقلده. أما إذا المسألة لا ليست من المسائل الخلافية، مسألة متفق على حكمها عن جميع الفقهاء، وعادة ما نشير إلى المسائل إنه هاي المسألة متفق عليها، هاي فيها اختلاف، بتقول له هاي المسألة حكمها كذا، هلا مقلد السيد السيستاني، مقلد السيد الخوئي، مقلد السيد الخامنئي، مقلد السيد فضل الله، مقلد فلان أو فلان، ما عاد تفرق. ليش؟ لأنه الكل رأي واحد والكل فتوى واحدة وما في خلاف بينهم. فما عاد عندك مشكلة، مين ما كان يقلد يقلد طفل. هو بيعرف حاله. أما نعم إذا مسألة خلافية ضروري أن تجيبه بحسب ما هو مقلد يعني. وإلا إذا أنت قلت له هذه مثلا، هل أفرض أنا أجابت مثلا، خلينا نأخذ مثال قراءة آيات سور العزائم في الصلاة الفريضة. عند مشهور الفقهاء يحرم قراءة سور العزائم، يعني السور التي فيها آيات السجدة، مثل سورة النجم أو العلق أو فصلت أو السجدة، ما بيجوز قراءتها في الصلاة الفريضة اليومية عند مشهور الفقهاء. عند سماحة السيد يجب. يقول لا يحرم قراءتها، يعني يجوز قراءتها. طيب إذا أجا مكلف أنا ما بعرفه مين بيقلد وسألني بجوز أقرأ آية سورة السجدة، سورة النجم أو سورة العلق بالصلاة أنا عم صلي صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو كذا، بدي أعرف مين. طيب أنا إذا أجبت بناء على فتوى السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه، طيب ما هو بناء على فتوى من يقلد، إذا كان بيقلد شخص آخر ومجتهد آخر فهو صلاة باطلة بحسب هذا. هلا بعض ببرر بيقول لا، ما أنا لما بعتقد إنه فتوى السيد فضل الله هي الأصح أو فتوى فلان هي الأصح، خلص أنا عم بجاوبه على حسب الفتوى الأصح.
لا مش له المسألة مش هيك، لأنه حتى نحن يعني صحيح مثلا نحن نعتقد بتقليد سماحة السيد فضل الله أو فلان يعتقد بتقليد المرجع الفلاني ويهتم له حتى عند من يرى أن فلان هو الأعلم أو ما إلى ذلك، ولكن أيضا نحن عندنا شيء أن الفقيه رأيه ليس من الضروري أنه أصاب الواقع، قد يصيب وقد يخطئ. هل أنا بعتبره مبرئ لذمتي؟ خير إن شاء الله، بس هل هو أصاب الواقع؟ ما معلوم. صحيح. فلذلك نحن لا بأس أن نبين إذا كان المسألة فيها خلاف، لا بأس إما أن نعطي الجواب بحسب اختلاف آراء الفقهاء أو نسأل السائل عن تقليده ونجيبه بحسب تقليده إذا كنا نملك الإجابة بحسب الآراء المختلفة. نعم. تقول أنا متزوجة بعقد منقطع، إذا بدي جدد العقد قبل ما تخلص المدة هل أستطيع؟ وإذا بدي جدد العقد بعد ما خلصت المدة هل أحتاج إلى عدة أم لا؟ طبعا بعد انتهاء المدة مدة العقد إذا كان نفس الشخص ما في مشكل ولا يحتاج إلى عدة يعني لتجديده، وإذا لا في الأثناء ممكن بيهب المدة المتبقية وينشأ عقد جديد. طيب عم تقول كمان إنه كيف ممكن أنا إذا بدي أرجع من مرجعي الآن الذي أقلده إلى سيد فضل الله كيف بدي أعمل؟ لابد أن ترجع إلى الفقهاء الأحياء وتستفتيهم هل يجوز لها العدول من المرجع الحي إلى المرجع المتوفى أو لا يجوز، فإذا وجدت من يرى الجواز فتعمل بفتواه وتعدل. لأنه في العودة من الحي إلى الميت بهالحالة هو مسألة حتى العدول أفرض من حي إلى حي نفس العدول كمان. حتى مسألة العدول من الحي إلى الحي لابد فيها من استفتاء، يعني مش مسألة والله أنا اشتهيت أو أنا حبيت، يعني أفرض في عنا مجتهدين أحياء أنا بقلد واحد وحبيت أعدل منه إلى غيره هل يجوز أو لا يجوز؟ لابد أن أستفتي، لابد من السؤال الاستفتاء أستفتي لأنه عند البعض يقول لا يجوز العدول حتى من الحي إلى الحي إلا إذا كان أعلم. مزبوط. فكمان إذا بدي أنا أنتقل من الحي إلى المتوفى مفروض أنا أشوف هل في من الأحياء من يقول بجواز ذلك أو لا، يعني كل هاي المسائل بدها فتوى من فقيه حي. يعني هلأ مثلا على رأي سماحة السيد فضل الله ما فينا نقول إنه الفتوى هيك لأنه لا السيد فضل الله متوفى ما فيني أخذ بفتوى ماذا يقول هو. صحيح. يعني أفرض إذا رجعنا إلى رسالة السيد فضل الله ووجدنا أنه يجوز العدول من الحي إلى الميت ما فيني أعتمد هذه الفتوى وبناء عليها أعدل أنا من الحي إلى الميت، بدي أشوف فقيه من الأحياء هو يقول بجواز ذلك. في الحلقة الماضية تمت الإجابة عن سؤال متعلق بالصدقة إذا وضعت دون ذكر أي شيء، سؤالي أنا أنوي الصدقة ولا أضعها أكون مشغولة وبعدها أضعها ربما يمضي يوم فهل ذلك جائز؟ وأيضا أجمع مال الصدقة في ظرف وكل مدة أبدله بقطعات واحدة ونفس المال أعيد التصدق به ثم أبدله وأضعه بصندوق الصدقة هل ما أفعله صحيح أم لا؟ يعني كيف تبدله بشو؟ يعني فراطة بتحط بدلهم بشقفة في وحدة ما في مشكلة ما في مشكلة. طيب إنه كمان إنه هيدي إنه عبو يومين مثلا أنا حطيت بالصدقة ولكن ما نويت ما زبطت نيتي ما ركزت النية مليح بعد يومين ثلاثة حتى ركزت النية إن شاء الله خير ما في مشكلة. نحن أشرنا مبارح أنه مجرد ما واحد حط بالصندوق يعني حط صدقة والصدقة يعني هو ليش عم بيحطها بالصندوق يعني عم بيخبيها؟ نعم ما بصير بيخبيها هلا وقت بده يغير النقد المحطوط بالصدقة أفرض بده بعد نية جديدة ولا لا هي موجودة أفرض مثلا أنا فتحت الصندوق أو فتحت الجهاي وجدت كل أفراطة شيء 250 شيء 500 شيء 1000 أما جمعتهم
وحطيت بدلهم قطعة بمئة ألف مثلا مثلا بتعادل قيمة هول الفراطة. لا ما في مشكلة، قصدي بدهنية. لا لا ما لا ما خلص. في داعي خلاص هي ذاتها. هل يجوز السجود على الخشب؟ نعم يجوز، إلا إذا كان مطلي بمادة يعني خارجية. نعم. أما إذا كان خشب سادة ما مطلي بشيء ما في مشكلة، يصح السجود عليه. ما هي المسؤولية، مسؤولية المكلف في صوابية اختيار المرجعية؟ هل يتوجب عليه أن يسأل ويتحرى عن المرجعية التي ينوي أن يعدل إليها، أو الإطمئنان القلبي والعقلي كافيان، خاصة لو أن المكلف لا يتمتع بثقافة دينية تمكنه من حسن الاختيار؟ طبعا لابد أن يسأل عن هذا الشخص الذي يختار للتقليد، هل هو فعلا مجتهد مستوفي للشرائط غير مستوفي للشرائط، وهذا لابد أن يرجع. إذا كان هو لا يملك الخبرة والمعرفة التي تمكنه من الاختيار لابد أن يسأل أهل الخبرة. طيب سؤال تاني بيقول كيفية العدول، هل النية القلبية كافية أو يتوجب اللفظ؟ ما في شيء عنا اسمه تلفظ. يعني أنا أفرض بدي قلد أي فقيه، ما في شيء اسمه واجب أقلد فلان المرجع الفلاني خلص. أو أنا مثلا مقلد فلان وبدي أعدل بناء على جواز العدول، سألت قالوا لي إيه بيجوز تعدل من فلان إلى فلان. فما في حاجة إني أجي أقول والله أنا أعدل بتقليدي أو أبدل تقليدي من فلان إلى فلان، خلاص مجرد إني أنا قصدت وعزمت على هذا العمل وبدأت أن أطبق هذه الأعمال على حسب فتوى الفقيه الذي انتقلت إليه أو ما إلى ذلك، هذا المقدار كافي لتحقق العدول. يعني مش إلا يتلفظ ويذكر جمل أو ما في عنا شيء، ما في صيغة مثلا، لا 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 ما في شيء، هي مسألة قصد وعزم. نعم. هل يمكن العدول إلى آيات الله جناتي ومنه إلى السيد فضل الله في نفس اللحظة أو يتوجب أن يمر وقت ما؟ بناء على القول بجواز العدول ما في لا وقت ولا في مدة ولا شيء، مجرد إذا قلنا بأنه يجوز العدول مباشرة أنا خلص نويت العدول، هذا القصد كافي. بس بدنا نتأكد من فتوى، يعني فتوى الفقيه اللي بدنا نعدل له أو منه لغيره. هل يجوز الكشف؟ امبارح حكينا بهالموضوع مطولا عند الدكتور لعملية تجميل مثل تصغير البطن مثلا. ذكرنا بالأمس أنه لا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الطبيب الرجل إلا في حالات الضرورة التي لا بد منها، ولا يوجد امرأة تستطيع أن تقوم بهذا العمل، وإلا فلا يجوز. عم يقول عم تتحدثوا عن الشك، كنتم إذا كان كثير الشك دائما وصار لا يعتني بالشك ولكن أصبح يشك أحيانا بركن من الأركان مثل الركوع، فماذا يفعل هنا؟ دائما كثير الشك سواء كان يكثر شكه في ركن من الأركان أو في أي فعل من أفعال الصلاة، إذا صدق عليه عرفا أنه كثير الشك بحيث لا يمر صلاتين ثلاث صلوات أو أكثر إلا ويشك بواحدة منها، فهذا كثير الشك لا يعتني بشكه أيا كان الشك وفي أي مورد من موارد الصلاة، ما دام يصدق عليه أنه كثير الشك لا يعتني بشكه. يعني ما عاش في مثلا انه والله انا بشك كثير بالركوعات وما بشك كثير مثلا حتى بالركوع كلما شك في الركوع لا يعتني بشكه لانه يصدق انه كثير الشك في الركوع. قصدي بشكل عام صار هالشخص هذا كثير الشك بعدد الركعات بالركوع بالسجود بكذا ولا لا؟ لا لكل واحد لا اذا لو فرضنا انه هو لا ما بيشك الا بالقراءه، لنفترض عنده مشكلة بالقراءة كلما قرأ يشك بأنه أنا قرأت صح ولا غلط. نعم. ما بتمرق صلاتين التالتة بيشك فيها، كل ما صلى بيشك كل ما صلى بيشك بالقراءة. نعم. نقول له أنت كثير الشك بالقراءة فقط، أما إذا ما كان عنده كثير الشك بعدد الركعات على الصدفة ليشك بعدد الركعات لا يعتني بشكه في عدد الركعات، أما إذا لا
هو يشك في الصلاة، مرة بالركوع، مرة بالقراءة، مرة بعدد الركعات، مرة بهذا الفعل، مرة بذاك الفعل، ولكن ما بتمر صلاة إلا هو بيشك فيها بشيء من وجزء من أجزائها، ما في شيء محدد. فإذا صدق أنه فعلا كثير الشك بمطلق الصلاة، فهذا بأي شيء وشو ما شك صار كثير، خلص كثير الشك بكل شيء، هذا خلص لا يعتني بشكه. شو رأيكم شيخنا بتفسير العياشي ومصباح المتهجد؟ يعني تفسير العياشي هو هذا غالبا تفسير روائي يعتمد على الروايات في تفسير الآيات القرآنية، ومن المؤكد أن معظم التفاسير التي تعتمد الروايات فيها كلام، لأن هذه الروايات التي يعتمدها المفسر لتفسير الآيات منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، ومنها ما يتوقف في صحته وعدم صحته. فإذا لا نستطيع أن نأخذ به بالمطلق بأنه صحيح وكل ما ورد فيه صحيح، بل لابد من، إذا كان الإنسان الذي يتابع يطالع هذه الكتب من الأشخاص العالمين والعارفين بأحكام تصحيح وتضعيف الروايات، فلا بد له أن يقوم بخبرته ومعرفته في التصحيح، وإذا لا فلا بد أن يستشير أهل الخبرة ليحددوا له هذه الرواية هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. نعم، بياخذ اتصال وبرجع. تفضلوا. نعم، شو تفضلوا. ألو. يلا ديا. ألو. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يكون ألف عافية. الله يعافيك. مولانا يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. أنا سئلت من أخت وهيك حرام، بس أنا ما بدي جاوبها لحتى ما أتحمل أنا المسؤولية. قالت لي بس بدي أعرف شو هو الاحتقان بقليل جدا من الماء، هل يفطر بعيد الأيام اللي يفطر؟ قلت لها بسألك أنا ما بعرف. قالت لي كتير قليل جدا يعني احتقان بالماء، هل يفطر؟ قلت لها أنا بسألك وما لما بعطيكي جواب لأنه أنا ما بتحمل المسؤولية. طيب أهلا وسهلا فيك. شكرا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. إذا بدنا نكمل المصباح المتهجد، نفس الشيء، هو كتاب أدعية. يعني كتاب مش تفسير. كتاب لا مش يعني. تفسير مصباح المتهجد يعني فيه أدعية وأعمال وزيارات وما إلى ذلك. يعني كذلك هذا فيه أعمال متعددة وصلوات متعددة يتكلم فيها ثوابها يعني وأجرها عملها، وهذا معتمد على بعض الروايات أيضا نفس الشيء، فيه كلام يعني بعضه ما هو مستند فيه إلى روايات صحيحة، بعضه روايات ليست صحيحة، روايات لها أسانيد، روايات ليس لها أسانيد. إذن المسألة بهذا الشكل، غايته أنه هذه الأعمال ما دام هي أعمال مثل صلاة، مثل قراءة قرآن، مثل ذكر معين أو دعاء، فلا بأس به على كل حال، إلا أن يشتمل على شيء فيه مشكل، أو يعني المهم أن لا ننسب هذا إلى المعصوم ونحن لم نتثبت من صدوره عن المعصوم. نعم. الاحتقان بقليل من الماء لا بقليل جدا، لا يفرق الاحتقان ما دام صدق الاحتقان بالماء ودخل شيء من الماء إلى الجوف عبر الاحتقان حال الصيام، فهذا مفسد للصوم مهما كان قليلا أو كثيرا. إن كان يعلم بفسديته للصوم طبيعي أو لا. إذا كان يعلم إذا لم يكن يعلم، إذا لم يكن يعلم وظن أنه هذا لا يؤثر وكذا ما في مشكل. طيب، مرة بيعرف أنه في مشكلة بالاحتقام ولو بالقليل من المائع، ولكن اضطر اضطرارا كبيرا لحتى يحتقن، ما في مشكل، يجوز، ولكن يفطر ويعيد صومه. يعيد. سألت عن أني أنوي التصدق خاصة يوم الجمعة، ولكن لا أبادر إلى وضع المال مباشرة، وربما يمضي يوم وأضعه، أي تأخير وضعه، يعني نويت اليوم. أجبنا على ما في مشكل، يعني عبكرة أنا تصدقت ما في مشكل. هل أؤجر من بداية النية ولا إن شاء الله؟ لا. هو عمل نية الإنسان هي خير، هي نية إن شاء الله. نية المؤمن خير من عمله، هي جزء من العمل النية إن شاء الله. كيف إذا بدنا نوضح النية أنه خير من العمل شيء؟ هلأ هون في تفسيرين لهذا الكلام، نية المرء خير من عمله. بعضهم يعني يقول هي عمل خير من جملة عمله. النية. نعم.
وبعضهم يقول نية المرء يعني هو جزء من عمله. إيه هذا عمل الخير جزء منه هذه النية. وفي تفسير آخر وبتصوري هو هذا الأقرب يعني ما بعرف الله أعلم. نية المرء خير من عمله، لأنه في كثير من الأحيان العمل قد يكون لمجرد الرياء أو السمعة أو الشهرة، فالنية الصادقة خير من العمل المختل الذي يكون ناشئ عن نية غير صادقة. يعني هون خير يعني أفضل بتصير. فلعل هذا المقصود فيها، أنه النية الصادقة والنية القربية المتقرب بها إلى الله خير من العمل الذي يخلو عن هكذا نية. نعم. إذا حصلت هزة ما حسينا فيها ولكن الإعلام حكى عنها، هل علينا الصلاة أم لا؟ إذا تم أنه وأكدوا المختصين، أكد أهل الاختصاص والخبرة أنه نعم نحن فرضا ببيروت، أفرض أنا نايم أو ما التفتت أو ما حسيت، حتى لو كنت مستيقظ بس ما شعرت فيها، لكن أهل الخبرة والاختصاص وقت اللي تحدثوا عن الحدث قالوا أنه نعم تأثرت به مدينة بيروت، وأنا من سكان مدينة بيروت، فنعم يجب علي أن أصلي حتى لو ما شعرت. أما إذا لا، يعني قالوا أنه تأثرت فيها بعض المناطق بس ما ذكروا مدينة بيروت مثلا من ضمن المدن اللي تأثرت. ونحن ما حسينا، وسألت الناس اللي معي وكذا اللي حولي ما حدا حس ولا حدا شعر، فما واجب هون. إذا شكينا بأنه تأثرت أو لم تتأثر فالأصل العدم ولا يجب الصلاة. امبارح يعني بآخر هزة اللي صارت بحمص قالوا على أساس أنه ما وصلت، لا الخبر قال أنه بعض المناطق اللبنانية صحيح، بس كأنه ما سمع التفصيل أي منطقة. نعم، يعني اتصلت فينا وحدة امبارح أول امبارح أنه قال أنا حسيت فيها ببيروت، هلا كان على أساس البناء أنه أهل بيروت ما حدا حس فيها. هلا هي إذا شعرت خير إن شاء الله ومتأكدة خليها تصلي، غيره مثلا أنا اللي كنت ببيروت إذا ما متأكدين وما في عنا علم وما حدا أخبر أنه مدينة بيروت تأثرت فالأصل العدم. طيب عم يسأل عن هل في إمكانية أنه تعيدوا شرح تخميس المبلغ الموجود في البنك؟ يعني إذا عندي مبلغ بالبنك وبدي خمسه من مال خارج البنك فيني، وكيف بدي أتصرف؟ أكثر من مرة جاوبنا على هذا السؤال. صحيح بالذات صحيح صحيح، عم يقول إنه هذا عيدل. المال المودع في البنك هو بمثابة دين في ذمة البنك. وقلنا أن المال الذي يملكه الإنسان ولكنه دين في ذمة جهة ما أو في ذمة شخص ما هو على نحوين، تارة يكون موثوق التحصيل وكأنه حاصل في يدي، يعني بحيث أنا الآن إذا رحت طلبته بجيبه، فهذا بس يصير رأس سنتة أنا بالخيار بين أني خمسه لما بيصير رأس سنتة وبين انتظر لما بقبضه بخمسه. إذن أنا مش ملزم خمسه يعني. أما إذا كان مال غير موثوق باسترداده فهذا حكمه حتى يحصل بيدي. يعني بالحالتين شيخنا مش ملزم اني خمسه، ملزم خمسه هلا خليني، واذا حصلته بخمسه بس على فرض بدي خمسه، نفترض بدي على فرض بدي خمسه بخمسه حتى ولو من مال من خارج البنك، يعني مش ضروري روح جيب جزء منه من البنك بمقدار الخمس وادفعهم، لا حتى من مالي، ما هو كله هذا مالي اللي بالبنك واللي بجيبتي كل هدول مال إلي وكلهم تعلق فيهم الخمس على فرض، وانا حبيت خمس. طيب فمش الا اللي بالبنك بدي اخذ من البنك. رأس سنة الخمسية شيخنا اليوم وانا بدي خمس المال اللي بالبنك والمال اللي معي برا، طيب منين بدي اجيب انا الخمس اللي موجود بالبنك؟ نفس الشيء من نفس المال اللي معي. طيب مالي مفروض يكون مخمس ولا بعد مش بالضرورة هلا أنا بدي خمسه مع كلهم. هلا أنا أفرض معي مية بالبنك ومعي مية برا، طيب
وبدي خمسهم كله، بقول أنا معي 200 وخمس الميتان هالقد بشيل منه وبدفع. طيب مرة بكون مخمس أنا اللي برا وبدي خمس بس اللي بالبنك كمان من نفس المال اللي معي نفس الشيء. طيب أنا من مدة مش طويلة انتقلت من مذهبي إلى مذهب التشيع، ولكن أمام أهلي وأقاربي أصلي بطريقة يعني التي كنت عليها بكل تفاصيلها، خوفا من أهل البيت والأقارب أن يعلموا بمذهبي. هل يجوز الصلاة والصوم على نفس طريقة المذهب الذي كنت عليه؟ لأني لا أستطيع إظهار مذهبي أمامهم، لأنهم مثل ما بتعرفوا أهل السنة في بعضهم بكفروا الشيعة ومش راضين أنه يتقبلوا هالموضوع. طبعا بالنسبة للصوم ما في مشكل، لأنه الصوم ما في فرق بين صوم عند الشيعة والصوم عند السنة. هذول بيمسكوا عن الطعام والشراب وعن سائر المفطرات، هذول بيمسكوا عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. هلا في بعض التفاصيل قد تكون خلافية بيقدر يتلافاها بطريقة أو بأخرى. أما بالنسبة للصلاة يعني يمكن أن يواجه أقصى ما يمكن أن يواجهه هي مسألة السجود. فبالتالي إذا كان يصدق فعلا في حقه أنه في حالة خوف فيما لو انكشف أمره، فهذا مبدأ التقية في الموارد التي يأمن على نفسه، ما حدا بيشوفه عم بيصلي بمكان وحده ما حدا شايفه، أو حدا شايفه بس يأمن جانبهم، يعني هدول ما بيأثروا عليه ما بيعملوا شيء ما بيفشوا سره، فبيصلي بالطريقة المتعارفة بوفق المذهب الجعفري. وبالحالات اللي هو مع عامة الناس وما بيقدر يكشف نفسه ويخشى على نفسه الضرر بالفعل، فممكن يعمل بمبدأ التقي وعمله إن شاء الله صحيح. وحتى مثلا موضوع التكتف موضوع كل شيء هيدي تدخل ضمن إذا فعلا مثل ما عم يحكي إنه هو ما قادر يطلع من هذا الجو صحيح. في خطر عليه إذا انكشف أمره صحيح، فمبدأ التقي وهي لمثل هذه الظروف شرعت. كيفية صلاة الدفن شيخنا؟ صلاة الدفن يعني صلاة الموتى. إيه كيف تصلي؟ هي يكب بعد النية نية يصلي على هذا الميت قربة الله تعالى، طبعا بدون تلفظ ما في داعي للتلفظ. يكبر صلاة ليلة الدفن شيخ. صلاة ليلة الدفن يعني صلاة الوحشي يعني. ايه بعد ليلة التي يدفن فيها في نفس اليوم يعني عند الغروب، بعد الغروب ممكن أن يصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة آية الكرسي، ثم يركع ويسجد سجدتين. بالركعة الثانية يمكن أن يقرأ الفاتحة وأن أنزلناها 10 مرات، وبعد التشهد والتسليم يهدي ثواب هذه الصلاة إلى روح المتوفى. وهناك صيغ أخرى يمكن أن يرجع إلى كتب مثل كتاب مفاتيح الجنان وغيره من كتب الأعمال والصلوات ويراجع فيه أكثر من صيغة لصلاة ليلة الدفن. عم يقول شيخنا أنه هل يمكن أن أسمي ابني باسم علي الرضا؟ أم هذا الاسم مخصوص بالإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، فيعني بدي أحذف الأل مثلا سمي علي رضا مش علي الرضا؟ يعني محمد اسم النبي. اسم النبي شو بطن سمي؟ الأسماء ما في عليها حظر، يمكن الإنسان أن يسمي ما شاء، وخصوصا إذا كان هو يقصد التيمن بالأئمة عليهم الصلاة والسلام فلا بأس بذلك. أكيد التدخين حرام لكنه لا يبطل الصيام، يعني شو بكون حكم صيامي في حال دخنت؟ أكيد الصائم بيرتكب كتير من الحرام أثناء صومه زي النميمي والشتم. شو تقييم التدخين بالنسبة للحرام؟ ما بعرف إذا وصلت الفكرة. الفكرة وصلت تمام وكثير أجبنا عن هذا الموضوع، أنه الإنسان قد يكون صائم ويكذب
في كلامه وفي أحاديثه، يعني وينم محرمان. ويغتاب ويصافح الأجنبية، كل هيدا محرمات، كل محرم ويفعلها الصائم أحيانا، يعني طبعا بعض الصائمين يفعلون مثل هذه المحرمات. وأكثر من ذلك، قد يقبل أجنبية كما في بعض البيئات والأوساط اللي بيعتبروا أنه مسألة تقبيل الرجال والنساء أمر طبيعي عادي، أخوية وكذا وما بعرف شو، عناق وما إلى ذلك، وبيكونوا صائمين. فمنقول لهم هذا الفعل حرام لكنه لا يفسد الصوم. لكن المشكلة وين؟ أنه إذا كنت أنا أعلم أن هذه الأفعال محرمة وإن لم تكن تفسد الصوم بحيث يستوجب قضاء هذا اليوم، ولكنها تذهب بثواب هذا الصوم. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا الصوم إنما فرضه لنهذب به أنفسنا ونوصلها إلى حالة التقوى، أي حالة اجتناب المحرمات والفواحش وما إلى ذلك. لكن لما كان هذا الصوم لا يساعد على الوصول إلى هذه الحالة، حالة التقوى، وأنا في نفس الوقت الذي أمارس فيه عبادة الصوم أعصي الله سبحانه وتعالى، فأنا هون أفقد روحية الصوم، أفقد ثواب الصوم، أفقد أجر الصوم. أنا صحيح صائم لا أطالب بقضاء هذا اليوم، ولكني لا أثاب على هذا الصيام ولا أنتفع بهذا الصيام. هذه هي المسألة، وهذه مش مسألة سهلة. البعض يقول يا شغلي بسيطة، لا، أنت عم تحرم نفسك من ثواب عظيم. نعم. بيقول بالنسبة لاسم علي الرضا شيخنا، أنه حسب معرفتي في فرق بالفتوى من مرجع إلى آخر، وعلى رأي السيد الخامنئي أنه في تحفظ على موضوع أني سلمي علي الرضا، يعني ما عندي اطلاع على رأي السيد الخامنئي في هذا الخصوص. إذا هو مطلع عليه وعند السيد الخامنئي في تحفظ بالفتوى، هو من مقلدي السيد الخامنئي، فعليه أن يلتزم بالفتوى. طيب بهالحالة إذا اسم ابني مثلا علي الرضا بدي أكتبه وبعدين كبه مثلا بالنفايات، في مشكلة؟ قصدي يعني أسماء الأئمة في مشكلة؟ حتى على رأي من يرى أنه بالنسبة لمس اسم الله سبحانه وتعالى أو اسم النبي أو اسم الأئمة عليهم الصلاة والسلام على غير طهارة مشكل، يقولون أن هذه الأسماء إذا كتبت وقصد بها النبي وقصد بها المعصوم، أما إذا أنا كتبت الاسم وقصدت به فلان المسمى بمحمد، أو كتبت الاسم وقصدت فيه فلان المسمى بعلي، نعم، أو بفاطمة أو بفلان أو بفلان، لم أقصد بها الإمام، لم أقصد بها المعصوم، نعم، لم أقصد بها النبي، فلا يلزم المحذور هذا، حتى على رأي من يقول بعدم جواز التصرف بهذه الأسماء بالطريقة التي ذكرت. هذا إذا قصد من هذه الكتابة اسم المعصوم. نعم. إذا شك أثناء الصلاة بخروج الريح، هل يبني على أنه فسد؟ إذا مجرد شك فسد إذا مجرد شك ولم يتأكد فلا شيء عليه. صحيح، يبني على العدم، لأنه في كتير واعين بهالمسألة هيدي، بتسبب لهم حالة وسواس على وضوء إعادة صلاة، وضوء إعادة صلاة، وهو بيكون فعلا ما في شيء، مفشي، لأنه في شك بالآخر. يعني الشك بالنهاية لا يبطل الوضوء، لا ولا يبطل الصلاة، مجرد الشك بحدوث الناقض ما لم نتيقن لا شيء عليه، يبني على عدمه ويمضي. نعم. شو رأيكم بصلاة الرغائب؟ لأكثر من مرة صرتوا حكينا عنها هالموضوع. صلاة الرغائب لم تثبت عندنا نسبتها إلى المعصوم. هلأ مرة إنسان حابب يصلي هذه الصلاة بنفس هذه الكيفية، وكون صلاة عمل عبادة، قول هو حر وإن شاء الله مثاب ومأجور. نعم. ولكن أن ننسبها للإمام إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما لا يجوز، لأنه لم تثبت نسبتها
للمعصومين عليهم الصلاة والسلام. هلأ أنا اليوم بشهر رجب أو بأي يوم من أيام السنة حبيت أقوم أعمل عمل عبادي معين، أصلي صلاة بكيفية معينة، أنا هي قمت حبيت، هل يحرم؟ لا لا يحرم، بس ما بنسبها للشريعة يعني. بقول والله قال النبي وروي عن النبي، وأنا ما في أصلا رواية ثابتة عن النبي ولا ثابتة عن الإمام، ولا قال الله، لأنه هذا كذب على الله وعلى الرسول. ما بدنا نعمل مثل بعض الذين وضعوا روايات في فضل قراءة بعض السور القرآنية، فعندما راجعه البعض كيف تضع مثل هذه الروايات وأنت تعلم أن النبي لم يقلها وأن الإمام لم يقلها؟ قال وجدت أن الناس قد أعرضوا عن قراءة القرآن فوضعت هذه الروايات لأحث الناس على القراءة، فهذا كذب لهم وليس كذب عليهم. لا فرق بالكذب سواء كان لهم أو عليهم، الكذب كذب. أنا أنسب إلى المعصوم أو أنسب إلى الله ما لم يقله، وهذا كذب على الله وعلى الرسول وعلى الإمام، وهو غير جائز. نعم. في ركعة الوتر أدعي وأستغفر للمؤمنين قبل الركوع، ثم أركع وأجلس على ركبتي وأكمل الصلاة والاستغفار والعفو، ثم أختم الصلاة لأن ركبتي تؤلمانني في من طول الوقوف، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ ما في مشكلة، صلاة النافلة يمكن الاتيان بها من جلوس حتى للقادر على القيام، حتى بدون وجع ركبه، حتى يعني بدون وجع ركبه بيقدر يقعد ويصليها من جلوس وحاول يريح حاله بيصليها، فمن باب أولى إذا كان عنده شوية آلام يريح نفسه ما في مشكلة. نعم. في شباب وصبايا بيسلموا مصافحة على أشخاص هن بيقولوا إنه ربيناهم سوا أو تربوا سوا ومثل الإخوة، والشاب بيسلم على مرت خيه وهي بتسلم عليه عادي. هي بتقول إنه وقت إجت لعندهم وتزوجت خيه كان صغير ومتعود تسلم عليه وهيك، ففي حرمة بهالموضوع؟ طبعا بناء على القول بحرمة المصافحة بين الرجل بس نية طيبة شيخنا ما إلها علاقة، نحن ما عم نقول نيتهم خبيثة والعياذ بالله. يعني مش دائما، يعني أفرض هلأ أنا عمي لما بيجي عمي خيبي مثلا بيسلم على زوجتي أو ابن خيي بيسلم على بنتي، ما مش بالضرورة يكون في عنده نية سيئة ونية خبيثة، وخصوص إذا كانوا متربين مع بعضهم ببيت واحد منهن وأطفال ومنهن، أكيد عم بيعيشوا مثل الأخوة وبيعتبروا فعلا وهن صادقين لبيقولوا إحنا بنتعامل مع بعضنا كأخوة صادقين، أنا ما بدي طبعًا شكك طبعًا بنواياهم صادقين. نعم. لكن هذا شيء والحكم الشرعي شيء آخر، يعني ما بيجوز، ما بيجوز أكيد. طيب هل عم يقولوا إنه هل إثم هذا كبير أم صغير؟ يعني هلا شوف نحن دائما عم نقول نفس المخالفة للحكم الشرعي، حتى لو كانت هي إذا نظرنا إلى نفس المعصية بذاتها قد تصنف ضمن الصغائر بحسب رأي بعض العلماء الذين يصنفون الذنوب إلى صغائر وكبائر، لكن الاستمرار والإلحاح والدوام على هذا الفعل مع علمنا بحرمته صيره كبيرة، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. طيب هل هناك فرق في توزيع الإرث إن كان الملك أميري أو ملك؟ ما بعرف هذا سؤال. كل ما يكون ملكا للمتوفى يوزع على ورثته، كل شيء، كل ما هو ملك للمتوفى. أما أفرض المتوفى عنده أشياء ليست ملكا له، نعم، وإنما أبيح له التصرف بها بإذن الحاكم أو بإذن الدولة أو ما شابه ذلك، فهون بدنا نشوف القانون التي بموجبه استباح التصرف، هل يبيح لورثته أن يستمروا بذلك؟ نعم. وكيف يوزع بينهم أو لا يبيح لهم؟ شكرا جزيلا سماحة الشيخ خالد قوصان بنهاية لقائنا اليوم، شكرا جزيلا لكم أعزائنا، نلتقي غدا إن شاء الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.